مرحبا، اسمي سعيد العامري، أنا مصور فوتوغرافي محترف في مجال البوتريه والمنتجات. بالإضافة إلى مجالي المهني في التصوير الفوتوغرافي، أحب أنتج أعمال فنية لمجموعتي الخاصة أو البرايفت كوليكشن بطابع سريالي أو الفن المفاهيمي. أنا من محبي اللوحات الفنية الكلاسيكية اللي تعود لعصر النهضة والمانيرزم والباروك والسريالية بمحتواها الفني وتفاصيلها. أحب أقدم أعمال فنية لها دلالة داخلية، أعمال دقيقة وصامتة وترفع الروح إلى الفهم الأخلاقي. مثل ما قالها الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الهدف من الفن هو تقديم ليس المظهر الخارجي للأشياء ولكن أهميتها الداخلية. The more I work with my head, the less work I do with my hands. كل ما أجتهد على الجاهزية المسبقة يقل الشغل والجهد أثناء تنفيذ أي فكرة تتعلق بالفن المرئي. أبدأ التخطيط بالمود بورد أو السكتشينج أو الرسم، وتكون عندي رؤية واضحة للفكرة. التخطيط يعتمد على إذا كان الفن يتعلق بالموضوع نفسه أو القصة subject matter or story. أختار عناصر تكون بينها صلة وتناسب محتوى العمل، وأبدأ بتوزيعهم لترتيب التكوين، وأبدأ أضيف ضوء وظل لتلك العناصر لإضافة عمق في العمل. دائماً أصور من خلال التذرينج عشان أشوف النتائج على شاشة كبيرة، ومن خلالها أشوف تفاصيل العناصر وتأثير الإضاءة عليها، وبعدها أدقق في تفاصيل الظلال والحدة والألوان، وأحدد إذا أحتاج إلى تعديل الإضاءة أو إعادة ترتيب العناصر لين ما أوصل النتيجة تخدم الفكرة. وبعدها تبدأ مرحلة التفاعل بين المصور والموديل، وللوصول إلى مثل ما قال المصور البوتريه الشهير يوسف كرش، الشخصية الحقيقية أو القوة الداخلية True Character Inner Power. وفي المرحلة النهائية أبدأ أفرز الصور واختار الأفضل وأنقلها على الفوتوشوب للمعالجة المتقدمة وتجهيزها للطباعة. التفاصيل في الفن المرئي مهمة عند أي فنان، لأن الفن تاريخياً يتعلق بالتفاصيل، ومنها تفاصيل الألوان. الألوان لها جانب مهم من ناحية التفاعل والاستجابة النفسية للمتلقي، لأن الألوان تأثر علينا نفسياً وعاطفياً. على سبيل المثال، الأطفال يلتفتون للون الأحمر، واللون الأحمر أيضاً يزيد من نبضات القلب ويزيد الجوع اللي هو الميتابوليزم، وتشوفون معظم المطاعم تستخدم اللوجو باللون الأحمر. يمكن الأحمر يرمز إلى الحب أو الخطورة، خذ اللون الأبيض مثلاً يمكن يدل على البراءة أو الفخامة، وهذا يعتمد على محتوى العمل أو غاية الفنان. ودقة لون البشرة أو السكن تون أو الميك اب مهمة في أبراز تفاصيلها لإرضاء العميل، والعميل دائماً يتوقع كفاءة عالية من المصور المحترف لإنجاز العمل المطلوب وتكون نتائجه بألوان عالية الدقة. شاشات إيزو معروفة في عرض دقة الألوان والتباين، والميزة اللي تبهرني أكثر هي السلف كاليبريشن، وما تحصل شخصين يختلفون على شاشات إيزو. وهناك مزايا إضافية ما توقعتها خاصة في شاشتي الإيزو CG2700X، وأول ميزة هي استقرار الألوان في 3 دقائق بعد تشغيل الشاشة. على أيام شاشتي القديمة قبل لا أبدأ في التصوير عشان أشوف النتائج على الشاشة من خلال التذرينج، أو إذا أبى أعالج الصور، أو حتى لو أبى أسوي كاليبريشن للشاشة، كنت لازم أنتظر ما بين 20 إلى 30 دقيقة لين ما تستقر الألوان عندي. والحين مع شاشة إيزو وفرت وقتي 10 مرات. وثاني ميزة ترو بلاك أو الأسود الحقيقي، الشاشة تعرض مجال واسع للتباين. هالميزة تخليني أشوف درجات التباين في مناطق الظلال، مثل تفاصيل التكستشر أو الملمس لأي عنصر بألوان غامجة أو التفاصيل الشعر الأسود. أغلب أعمالي أترك فيها طابع من الغموض، فتكون باللوكي بألوان داكنة وبتفاصيل واضحة. وثالث ميزة تنفيذ الكاليبريشن أو المعايرة في 90 ثانية فقط. هذا صحيح، 90 ثانية أو دقيقة ونص، وهذه يعتبرها السيجنتشر لشاشات إيزو من الجيل الجديد. وآخر وأهم ميزة اللي فاجأتني أكثر وما شفت أي مستخدم يذكرها، معروف أن بعد تنفيذ الكاليبريشن لأي شاشة في العالم يتم حفظ إعدادات الكاليبريشن أو الـ ICC Profile في الكمبيوتر عشان الشاشة تستمر في عرض الألوان اللي اختارها المستخدم. ولكن مع شاشات إيزو يتم حفظ تلك المعلومات في الشاشة نفسها بدل ما تنحفظ في جهاز الكمبيوتر، وهذا يعني أنك تقدر تستخدم نفس الشاشة على كمبيوتر ثاني من غير ما تعيد خطوات الكاليبريشن، مثلا اللابتوب، وكأن الشاشة تقول لي لا تحاتي دقة الألوان لأني حفظت لك الإعدادات المفضلة
وانت عليك تركز في شغلك وابداعك. وبكل صراحة وهذا هو الواقع، ما شفت اي شاشة في العالم تملك هاي المميزات اللي ذكرتها واللي تخدم المحترف بهالسهولة، وهذه اسميها فخامة حياة المصور المحترف. انا سعيد العامري وايزو الاختيار الافضل.